بيستلم من عنا اي مواطن اي جرة فيه بيبحثها بالصابون وبالعزق وبالهيو، اي مشكلة فيها نحن فورا نستبدلها من المواطن ونعطيه جرة تانية ونفحصله اياها ونبعتها على شركة القسم الغاز لحتى بإيصال توالف لحتى هناك يجرى إصلاحها بقسم الصيانة واستبدال الصمام إذا مشكلة بالصمام أو أي مشكلة كانت. يعني في هناك لجنة فنية بتشوف شو العطل وشو السبب وبتعالجه. يعني مجرد وصول جرة الغاز اللي عندكم على المستودع عم يتم فحصها مباشرة، أنتوا عم تلاحظوا العطل؟ هلا نحن بيكون عندنا عدد ممكن مثلا يكون العطل مش مبين، هلا المواطن ممكن ياخذ الجرة إذا في أي مشكلة نحن معلقين هون إعلان إنه أي شيء بالجرة أو أي كذا يجيب المواطن يبدله إياها. إذا اكتشفنا هالشيء نحن مثلا عم نفضل النقل أو السيارة مباشرة بنرجع مع السائق نفسه بإيصال توالف على قسم الغاز وهونيك بيتم استبداله. تمام، هذا الكلام عم يشمل الغاز المنزلي والغاز الصناعي؟ أكيد. لكن بدي احكي عن موضوع وزن جرة الغاز. كتير المواطنين عم يشتكوا انه لا، في احيانا عم تكون جرة الغاز ما عم بتكفينا، عم يكون في نقص بالسائل الغاز الموجود. شو رايك بمستفيد هذا الكلام؟ هلا نحن انت هي موجوده هلا حاليا على ارض الواقع وشفت السياره كيف اجت من المعمل وهي قادره اي جرة بتحب تزينيها تزينيها. يعني احنا معنا المستودع موجود قدام كل العالم، عم تنزل السياره وعم تتفضى اي حدا حابب يزين جرته. حتى حاطط انا بتمنى من اي حدا حابب يتاكد من وزن الاسطواني قبل استلامه بإمكانه يتأكد في ميزان وفي كل شيء. في أي مشكلة بجرة الغاز نحن واضحين كتير، يعني إذا مثلا في مشكلة بالصمام في مباشرة نبدله إياه، ما في أي مشكلة نبعتها مع عمل الغاز مثلا. إنه في مشكلة بالوزن، في مثلا قبان قدامه المواطن يعني فينا نشغله إياه نوزن له إياها. أي مشكلة كمان في ببدله، ما في مشكلة مثلا ممكن يكون في خلل بحساس ما أو شيء، ممكن يعني بالنهاية آلة ميكانيكية بتعطل يعني.